نظمت جامعة دمياط قافلة طبية شاملة في مدينة ميت أبو غالب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط داخل المستشفى المركزي في المدينة، وذلك بالاشتراك مع جامعات شرق الدلتا وقناة السويس وبورسعيد والسويس والعريش. أكد رئيس جامعة دمياط السيد دعدور أن القافلة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وهي قافلة شاملة لكافة التخصصات الطبية، وأيضا تضمنت القافلة عيادات تنموية شاملة بالإضافة إلى ندوات تثقيفية داخل المستشفى وفي الوحدة البيطرية بالتعاون مع مسؤولي مؤسسة حياة كريمة بدمياط. جامعة دمياط اللي بتستضيف الحدث في قرية ميت أبو غالب، والقافلة الحقيقة أنها طبية مشارك فيها كليات الطب والتمريض والزراعة، ويعني الحقيقة احنا بنشكر أيضا المسؤولين عن حياة كريمة بمحافظة دمياط اللي تعاونوا معانا في التنظيم، وبنتقدم بالشكر أيضا لمديرية الصحة ومديرية الزراعة والمديرية البيطرية، لأن أيضا القافلة تشتمل على الطب البيطري. دي تعتبر تاني قافلة الجامعة بتشارك فيها. القافلة الأولانية كانت في محافظة الإسماعيلية جامعة قناة السويس، ودي تاني قافلة، وإن شاء الله بإذن الله القافلة اللي جاية هتكون في محافظة السويس، وهنستقبل الأربع جامعات وهيشرفونا. النهاردة جامعة السويس بتشارك جامعة دمياط في القافلة في مدينة ميت أبو غالب، ومشارك معانا مجموعة من الأطباء التخصصات بطنة وتخصصات عظام وتخصصات قلب، ومعانا ندوات تثقيفية لقسم الاجتماع بكلية الآداب، ومعانا ندوة تثقيفية برضو من معهد التمريض، مشارك معانا معهد التمريض برضو للندوات التوعوية، وتعتبر دي طبعا مش هتبقى آخر مشاركة لينا. القافلة قافلة تنموية تطويرية لقرى ومدن الدلتا، فيها تخصصات الطب والتبيض والأسنان والصيدلة، وبرضه في جزء بيطري، اخواننا توجههم الدكاتره توجهوا للجزء البيطري وجزء زراعي. القافله الحمد لله حتى الان يعني تم الكشف على ما يقرب من 2000 مريض، وجاي طبعا المستمعين ان شاء الله للساعه 5 لحد ما نتخلص كل التخصصات الموجوده.